أحبائي حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس التربية التشكيلية المستوى الأول ابتدائي وكتاب عالم التربية الفنية والدرس السابع. قبل ما نبدأ إن شاء الله بالدرس، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الخاصة بهذا المستوى هذا. واللي عنده الكتب الكتاب القديم راه الفيديوهات تقريبا مكمولين كاملين ما عدا الدرسين الاخيران. نهار نوصلوا لهم ان شاء الله تحطوا لي تعليق في الفيديو باش تقولوا لي بان احنا وصلنا لديك الدرس هذاك، ونعدل لكم ان شاء الله في الفيديو. اللي عنده شي تعليق يخليه لي في الكومنتير، وانا ان شاء الله بحول الله الا قدرني الله غنحقق لكم جميع ما تطلبون. اذا الدرس ديالنا عندنا ارسم التاج. قبل ما نبدا حاولوا ما امكن انكم تجيبوا الكتاب ديالكم باش تتبعوا معايا. وإلا بغيتوا تزيدوا تتعلموا هي انكم تكونوا كتبعوا الفيديو، وقفوا الفيديو، عملوا من عملنا الخطوه عملوها انتم، وقفوا الفيديو وعملوها عاوتاني، تلقوا الفيديو عاودوا تشوفوا الخطوه الثانيه وهكذا حتى تكملوا. اصلا التمرين هذا سهل. عندنا الاحظ وامهد، عندنا واحد التلميذ هنا على الكرسي واقف كيرسم شي حاجه في السبوره، عندنا تلميذه حتى هي واقفه حدا السبوره وقدامها واحد الرسم فيه قصر وفيه مثلا الطريق وداكشي بحال داكشي الحكايات. وحنا عندنا التمرين ساهل ماهل، عطاونا التاج وحنا غنكملوا عليه بخطوط بخطوط منكسره. قال لك اكملوا رسم التاج ثم الونه. والسؤال الثاني قال لك ارسموا خطوطا منكسره ومتجاوره ومتشابكه على الورق. تبر ورقه وترسم اوراق خطوط منكسره ومتشابكه ومتجاوره. متشابكه حنا شفناها في الدرس اللي فات، ومتجاوره يعني وحده حدا وحده. اذا انا غنحتاج قلم رصاص مسطره وممحات الا غلط. كيفاش غادي نعمل؟ غادي نشبر بعدا غنعاود على هاد النقيطات، غنمشي عليهم خطوه بخطوه بهذه الطريقه هذه حتى نكمل. هكذا انتما كتلاحظوا، وطبعا هذا غنعدلو بيدي ان فيه الدائره ما يمكنش يتعمل مسطره بهذه الطريقه هذه، لاحظتوا؟ ودابا هاد الشريطات هادو حتى هما غادي نعدلهم بالمسطره. حنا غنكملوا التاج ديالنا، الخطوط المنكسره هي بحال هذه، ها هي مهرسه، هذه هي الخطوط المنكسره. دابا غادي نكملوا التاج ديالنا. انا بنت نعملو بهذه الطريقه هذه، انتوما ممكن تعدلوا له كما بغيتوا. ها انا كملتو وممكن نعدلو هيدا. هيدا ممكن نعدلو اللي بغيت، ممكن نجيبلو حتى الخطوط هنايا. بهاد الطريقة هادي هنا كتسمى انا ساليت التاج ديالي، وممكن نلونو ممكن نشركو هنايا مع هادي بهاد الطريقة، يعني فحال جوهره بحال داكشي، يعني ممكن تعملوا له اللي بغيتوا وممكن تلونوه. هذا هو الدرس ديال اليوم، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، ممكن تخدموه ممكن تشركوه كما بغيتوا. انا عملتها بهذه الطريقه هذه، نتوما ممكن تعدلوه باي طريقه عجبتكم. اذا مجرد ما انك كتشبر المسطره والقلم الرصاص وكتبدا تشرك ديك الخطوط،
انا هكذا عدلته، هكذا فهمت فيه، عجبني هذا المنظر هذا، وانتم ممكن تعدلوه باي طريقه عجبتكم. اذا اليوم الدرس ديالنا ظريف وخفيف، دغيا تقاضى، يعني كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه. في انتظار فيديو اخر ان شاء الله، تقبلوا مني كل التقدير والاحترام. الله يوفقكم ويسهل عليكم، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.